بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد حاجة مهمة جدا اسمها الفانكشنز. هتفتح لنا موضوع الفانكشنال بروجرامينج، وهتفتح لنا موضوع برضه الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. الفانكشن او الدالة او الوظيفة قلنا هي حاوية مجموعة من الاوامر، بتضم مجموعة من الاوامر. الاوامر ديت مرتبطة مع بعض بتأدي وظيفة معينة. الوظيفة ديت بتبقى منفصلة عشان نقدر نعمل حاجة اسمها سب مديولز، جزء وجزء وجزء، بغرض ان احنا نعيد نقسم البروجكت بتاعنا، وفي نفس الوقت نعيد استخدام اي مديول من المديولز اللي عندنا. عندنا فيها نوعين، في عندنا اللي هي البيلت ان، ودي زي ماس دوت اس كيو ار تي مثلا، دي كانت موجودة اصلا جوه الايه، جوه كوتلين. في دي يوزر ديفايند فانكشن احنا اللي بنعرفها، بنقول فانكشن فان وبنعمل فانكشن نيم وكوسين كده، وبنفتح كوس ونقفله ونكتب الكود اللي احنا عايزينه. دي الايه اليوزر ديفايند، ايه ديفايند فانكشن. طب هنيجي نعمل بقى له بسرعه كده، نحاول نجرب نعمل كوتلين فايل ونجرب فيه فكره اليوزر ديفايند فانكشن، ونجرب فيه برضو ان احنا نستدعي اي فانكشن من الفانكشنز اللي هي بيلت ان، لان احنا اصلا كده كده اوريدي، او مش لازم البيلت ان فانكشن، لان كده احنا مستخدمينها في حاجات كتير قبل كده. هنعمل ايه؟ هنعرف كده، سيب المين فانكشن اللي هي اللي بترن الفيرست، لكن هنعرف فان وسميناها مثلا اسم الفانكشن، سميها زي ما انت عايز. انا سميتها جنريت راندوم نمبر، خلاص يعني فانكشن المفروض ان هي بتطلع لي رقم عشوائي. خلاص جنريت راندوم نمبر ديت دي عباره عن فانكشن دلوقتي المفترض بتعمل حاجه معينه. الكوسين اللي بعديها دلوقتي فاضيين، سيبك منهم، دول بنحط فيهم الانبوتس بتاعتنا او الارجمنتس بتاعتنا او البارامتر بتاعتنا. وادي قوس البدايه وقوس النهايه، خلاص انتهت الموضوع، يبقى كلمه فان بس. خلاص طيب بعد كده هنعمل فيها ايه؟ هعرف فاريبل اسميه راند. الفاريبل اسمه راند ده هختاره من كلاس اسمه راندوم. الكلاس ده موجود جوه الكوتلين. خلاص الكلاس دوت بس كل مهمته ان هو بيجنريت ليا رقم عشوائي. ففي حاجه اسمها نيكست انت بتجيب لي ارقام عشوائيه صحيحه. تلاحظ ان هو من فوق عمل لي امبورت كوتلين دوت راندوم دوت راندوم، فاستدعى الكلاس اللي اسمه راندوم من الباكج اللي اسمها راندوم اللي جوه الكوتلين. خلاص جيت عملت ايه؟ نيكست انت يعني عايز رقم صحيح، يعني الرقم العشوائي اللي هيجي لي هيبقى رقم صحيح. وبحط من ايه؟ لا قلت له من 1 لغايه 7. خد بالك من 1 معايا انكلود، والسبعه مش معايا اكسكلود، يعني معاك لغايه من 1 لغايه اقل من الايه؟ من 7. خد بالك قلت له برنت لاين الرقم اللي هو الرقم العشوائي اللي طلع بس. خلاص دي وظيفه دايما لما احب احتاج رقم عشوائي هندعي على جنريت راندوم نمبر. انا نيت عليها مره، نيت على 2، نيت على 3، هتشتغل اول مره، ثاني مره، ثالث مره، ثلاث مرات هتشتغل اوتوماتيك من غير ايه تدخل، وكل مره هتقوم بوظيفتها تطلع رقم عشوائي وتطبعه، تطلع رقم عشوائي وتطبعه. فهمنا الفكره؟ استدعائها ان انا كتبت اسمها بس. خلاص لو جينا عملنا كده ران للمين فانكشن، نشوف كده النتيجه هتبقى عباره عن ايه. المفترض ان هو هيجنريت ليا، هيطلع ثلاث ارقام عشوائيه ما بين الواحد واقل من السبعه، اهو جاب 2 و5 و2. لو عملنا 2 و5 و2 كلهم ما بين الواحد وما بين السبعه، عملنا ري ران تاني طلع لي 3 و3 و5 وهكذا. زي ما احنا شايفين لو وقفت عملت يعني كومنت الاخر واحده ورجعت عملت ري ران، خلاص انا استدعيت نديت عليها مرتين، فهتشتغل ايه معايا مرتين، جاب لي 3 و6 وهكذا، 3 و3 الى اخره من الايه 4 و4. حظنا ماشي كده، مفيش مشكله 4 و3. يبقى كده احنا بنستدعي من الفانكشن كل ما بنستدعيها كل ما هي ايه بتشتغل من اول وجديد.